اجتمع وزير الدفاع جمعة عناد مع القادة الأمنيين في محافظة نينوى للاطلاع على الوضع الأمني في المحافظة. وكان وزير الدفاع قد وصل إلى نينوى على رأس وفد أمني رفيع لتفقد القطعات العسكرية، وتزامنا مع الزيارة انطلقت عملية أمنية مشتركة واسعة من محورين تشارك فيها قوات من الجيش والحشد الشعبي تستهدف خلايا وحواضن داعش الإرهابي ضمن قاطع عمليات نينوى. ردت أتفقد قطعاتي أولا، واثنين أطلع على الخطط. تعرفون الخطط العسكرية تحتاج إلى إدامة باستمرار، وتحتاج إلى إعادة النظر باستمرار، لأن العدو ليس ثابت، عدو عبارة عن مفارز صغيرة منتشرة مستغلة الجغرافيا. هذه الفترة هي معركة استخبارات، لأن العدو غير معروف، العدو تحت الأرض. ف الاستخبارات قد يكون جهدها افضل، والحمد لله استخباراتنا حقيقه في كافه يعني الصنوف، سواء كانت استخبارات الجيش او استخبارات الاتحاديه او الشرطه الاتحاديه او استخبارات الحشد الشعبي او استخبارات مكافحه الارهاب، كلها تعمل وتصف في اناء واحد، والمعلومات جيده، واحنا بنحصل على معلومات لننفذ عمليات نوعيه. احنا حقيقه هسه أنشأنا مراكز تنسيق مشترك بيننا وبين قوات البيشمركة، وهذه موجود مركز في ديالة ومركز في كركوك ومركز في مخمور ومركز في الموصل، وإن شاء الله بدأت عملها، وحتى إن شاء الله لاحقا راح ننشر قطعات على طول الخط اللي يفصل بين القوات الاتحادية وحرس الإقليم، والأمور تسير بالاتجاه الصحيح.